أوام يلا 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 بس ما أنام وكذا أقطع الفرولة من الناس وأخر أخر أخر تخيل يا دوبي صحيت قررت اليوم نلبس السويتر هذا بس طربيت وشيت أقل البنات زي كذا في الحوش زي كذا يسووا كذا نجيب هذا يلا نجرب ألذ فتة ممكن تقوى بحياتكم يلا قولوا شوفوا اليوم جمعة على أساس أنا أذاكر وزي كذا عشان غصب بكرة أرتاح بس مراجعة أنا كذابة جالسة أرسم بيت شوف أنا بشرح لكم هذا البيت المثلث اللي فوق طبعا هنا في طاقة صغيرة كذا عشان لو واحد طلع فوق طيب وتقفل عليه باب السطوح يقدر ينادي يعني شوفوا هذا هو الولد إيش اسم الولد بس أنا بفكر خلاص بسمي الولد عبودي طيب فالولد هذا عبودي ما كان قادر ينادي هذه أمه وأبوه طيب بس إنهم مو راضين يسمعون فجأة شوفوا بنات أنا بشرح لكم حاجة عشان أحبكم يلا يلا إيش يقول السؤال هنا أي الشعب الفطرية الآتية أفرادها لها أبواغ صوتية هنا إيش طلب مننا طبعا شوفوا هنا طلب مننا الفطرية مين قيد لمس فطر الفطر معروف ملمسه كذا لزج كذا ناعم فخلاص حنكتب اللزجة المختلطة الحمد لله أخذ برتقالة شوفوا مخبأنا في عصير كرز حق كيدي دي وبيبسي قطعي لي مش قطعي لي شوفوا من الحين باكل برتقال وأذاكر عشان خلاص ما يصير عندي سبب أهرب الساعة 1:35 الساعة 2:30 بوقف أخذ بريك نص ساعة أطفش يلا بسم الله شوف كيف الأوراق طيب قاعد أشوف كيف سريري فالحين بروح المكتبة يلا عشان أبغى أشتري لي قلم وبشتري مرسمة وبشتري عصير يا ساتر يلا قاعد تخيل إحنا الحين بروح أي مكتبة في مكتبة مكتبة اسمها شيماء هذه شفتوا بابا لما كان قدي كذا صغير كان يروح وحقين المحلين دحين اصحابه وجدي كان يروح كل الناس كانوا يروحوا له ولين دحين مكتب موجود يتورثوها ما شاء الله بس يلا حنروح نشوف طبعا صراحه واضح اني ادور سالفه يمكن ماما ترسل لي مجاز انا واضح صراحه انا قاعد اتهرب من الاختبار وما ابغى اذاكر فقلت بابا غشني بشتري عصير فاصلا كذا وكذا اصلا طلعنا عشان بروح المكتبه بشتري لي مرسمه HB 2 قد التضليل شوف بابا جاب العصير بس هذا مو صمدو شوف صمدو فوق شوف لقيت المرسمه حقت HB 2 وقت الاختبار في بالحب هنا اخذت القلم واخذت مرسمه بس الحين سبت المره الثانيه اجي اشتري A few moments later Okay guys, today we have something to try it together. مقبولة منك اخوي. الحين راح نجرب شوفوا كيف لون. تقولوا بدون مكسرات لانه مكسرات طعمها خايس بس يلا. بسم الله. نعم مكسرات طعمها طعم والله. ما ابغى اذاكر والله ما ابغى اذاكر خلاص ابغى اجازه بسرعه كي تجي باخذ نسبه 100% بس بدون مذاكره كيف ما ادري صحباتنا قاعدين يسالفوا وانا جالسه في التليجرام عشان اشوف المراجعه اذا اسوي طريقه غير مباشره عشان لا يطردوني شو جالسه اذاكر لكرم طاوله المذاكره بالله كيف شرحها يا كرم هو احلى من ماما ماما تسمعنا احلى مني اكل منك اشرح لهم هذا مثلا طرح تصير هذه نسي كل شيء عارف العقل هذا ينسى كل شيء أربعة تصير good job بنات بموت تخيلوا جات الساعة كم 11:46 يعني مذاكرتي صراحة مرة لك عليها والله مرة يعني كذا قاعدة طالع أقول يا رب يا رب يا رب
توفيق. شوفوا لسه صفحة وصلت من 40 حسب العناكيل. طبعا لابد من هذه الحوسة كل الاختبار. شو كيف المكتبة حقتي كبا؟ يعني أول شيء الجل شاور، شو سوي هنا؟ قررت إني أروح تروش لأنه صراحة نفسية مرة خلاص صارت فل. جهزت بجامتي خلاص مرة بموت بنات خلاص. تعرف ذيك النرفز اللي تيجي فجأة؟ صرت أتنفس من أي شيء كذا، أمسك شعري أجره كذا. 5 hours later. بنات في شيء رهيب صرت أسوي هذا الفترة، يعني صرت كل ما أكون جعان وما أعرف إيش آكل أسوي هذا الترند. كذا نجيب هذا. خلاص لبست واليوم من جد ما في مهرب، خلاص رايح اختبر. خلصت اختبار يعني والله حلو. كم تقيم اختبارك؟ يا اخي 10 من 10. يا اخي احنا اخذنا ما ادري من كم ورقة، اخذ 15 ورقة مراجعة. كم جاتك صفحة؟ صفحة واحدة. فين رحت انت؟ تقريبا انا الصفحه اللي سويت لها سكيب جاتني كامله. A few moments later. طبعا الحين في الليل، ليل يوم الاحد، في الليل بعد العشاء. ما ادري ايش قاعد اشرح لكم بالتفاصيل، بس الان قررنا انا واهلي نروح نذاكر في كافي. فكرم ماما بتذاكر العلوم في الكافي اول مره يسووها، وانا بذاكر مادتي هناك. ماما من نوع المذاكر اللي كرم، يعني اكيد لازم يصير في نقاشات بصوت عالي. كده تخيل ماما تزعق لي كرم يا حمار. والله لا احس الناس كده بيطالعوا، انا بسوي نفسي مجنونه ما اعرفهم. فيلا جهز معاك عشان بروح اذاكر في كافي. صراحه انا خايفه شويه. لا والله ماني خايفه، تبي تستوعب ليش قاعد داير من كلام من عقلي؟ ماني خايفه، فبذاكر بس المراجعه. فعندي اوراق قبلها كنت اختبر اختبارات فتره، ففاهم الدروس فمتوفه، بس بذاكر كذا كم ورقه وخلاص. ايش كنت بقول كمان؟ يعني اليوم احس يعتبر راحه، يعني تخيل صحيت من النوم ما رحت ذاكرت، لا رحت فكيت مسلسلي ورحت البقاله اجيب لي اشياء وهذا، وسبت على المذاكره ورطه شهي شويه. بنات هذا الجلوس، جلوس حق جولد روز هذا، ها رهيب. وبس يجلس لين ثاني يوم شفايفكم كذا مرطبه، وشوفوا اثار الحبوب حقتي كيف مره قرفتني. فابى اروح اشوف كذا في الاجازه كريم للأثر. اطلع وراقي رياضيات. يما بسرعة بسرعة. هذا ما يمديك تقول صلى على النبي ما شاء الله. الله يسعدك، شكرا. يلا باكل معاكم البيجن. شوفوا تخيلوا من امس وانا انام في المجلس، والله العظيم نومه رهيبه، بس بجيب مخدتي عشان هذا مره مو مريحه صراحه. The next day. كرام هيا قوم الاختبار، يلا قوم كرام، نشارك لك كذا كرام. هيا قوم. طيب يلا بسرعة متأخر. جايز الساعة 6:30 وانا ما جهزت ولا جهزت شعري ولا راجعت ولا شيء. قمت بسرعة رحت علي نومة، فقمت بسرعة صليت بسرعة ما جهزت بسرعة. اليوم علي رياضيات، فأحس اني بحل ان شاء الله اني ذاكرت. بكرة العرس، بكرة العرس وقته يصير ابيض. قررت اليوم نلبس السويتر هذا مرة كشوخي، شو كيف مرة حلو، وبدور سلسلة البسها معاها، فخلاص بلبس هذه. الاستعداد اليوم للاختبار ان شاء الله يا رب درجة كاملة ان شاء الله. اسعى من امس تصفيق في الصاله. ارجع واقول لكم اذا شفتوني ابكي او ملامحي متغيره اعرف ان جبت العيد. Later.
ويلكم باك من بعد المدرسة. شكلي مرة حلو. تخيلوا اليوم دخلت المدرسة ألاقي البنات زي كذا في الحوش زي كذا يسووا. هم طالع إيش بهم هذول؟ أطالع جوا المدرسة ألاقي الكهرباء مطفية. قلت بس هنختبر وإحنا قاعدين نبكي. إلا ندخل ونختبر والكهرباء مطفية. حليت اختباري كان زي العسل. تعرف شلون لما تحل الاختبار كده بسرعة 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 وعارفين الإجابات وفاهمين ومت. جاي. بس طلعت إن شاء الله حق شيئين بصور بالكاميرا. فمرة متحمسة أحس. فبصور وحينزل إن شاء الله في الفلوق الجاي. 8 hours later. تخيل دوبي صحيت قبل شوية. فرض إني ذاكر كتاب بس جالسة ذاكر تعبير. قلت خليني ذاكر تعبير بعدين ذاكر كتاب. لأن يمكن نطلع نروح كافي فيمكن نذاكر هناك. هناك أنا وأخويا فخلاص. قلت دحين بحفظ التعبير وزي كذا. وفي الكافي إن شاء الله بذاكر. شوف عيوني واضح مرة من عيني تعبانة. صراحة مرة يعجبني ستايل الكافي هذا. شو كيف شوف ايش عندهم الكتب هذه. مرة حلوة الفكرة انه خلوه واللي بيقرا يقرا. شكلي بجي بعدين اقرا كذا على البلوشي. عادي اقطع الفراولة من النص. وخر 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 اخ كرم. والله لا انا بقطعها يا ماما. ماما كرم اكلها ماما. But soon after the next morning. صباح الخير. طال اليوم اختباري انجليزي فحس سهل ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. شوف ايش رايكم سويت ميك اب. شوف الهودي حقي حق اليوم نسيت احطه. يا صباح الخير. طبعا اليوم اختبار انجليزي. صراحة خايفة شوية شوية من التعبير. يعني كذا جالسة امس كذا احفظها كذا ف ان شاء الله يا رب. ميك اب مرة حلو اليوم. نقفل الباب بيده. دخل هذا كرام. يا شيخ ايش الفيديو. شكرا محمد. تخيل بعد ما جاني الطلب شو قديش حجمه. مشكلة نحيفة مرة في الواقع صغيرة يعني ما تاكل. صراحة رحت خليت كرام يشتري واحد ثانية. صغيرة والله. شكرا. طبعا دبي رجعت من المدرسة ولا رحت مطار وزي كذا. بس دبي رجعت واختباري كان كويس. يعني حليت صراحة. واتوقع ان شاء الله ان الدرجة كاملة بجيبها في الانجليزي. بس اليوم حتنزل النسبة اتوقع يا اليوم يا بكرة. بس خلاص وقت النتائج بجي اصور واشوف ردة فعلي. يلا قاوم. يلا 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 روح ذاكر روح ذاكر ذاكر. يلا بسرعه ذاكر. الساعه 8 راح يا بابا نفطر. اسمع انتوا خليكم في البيت. ماما كرم ايش معي ايش اللي عليه. ماما كرم ايش عليه ماده بكره عشان يذاكر. لغتك سهله نفس الاختبار اللي اخذناه
ذاك ذاكر يلا يلا بس يلا 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 بنات شعور آخر اختبار مو رهيب إلا اللي بعده حرفياً أنا مرة أحس إني فرحانة أكثر من أي حاجة خلاص تعرفوا هم اللي خلاص ما عندي بكرة اختبار ولا شيء خلاص بس بتفرج مسلسل واكل سندويش في أمان الله أحياناً وقت ردة فعلي على النسبة والمدرسة ما نزلوها للأسف إنه في نفس اليوم لا نزلوها يوم الخميس بعدها بيومين ما شبع فضولي يا بنات تخيلوا كل ما أبغى أسجل نظام نور أبغى أشوف نسبتي تخيلوا بنات إنه من يوم الثلاث وأنا قاعدة أستنى واليوم خميس والساعة 4 العصر ولسه ما جاء بسجل لآخر مرة في تطبيق نظام نور يلا مع المتوترة بس أحس إنه عادي يعني بس فضول أبغى أشوف مشكلة لأنه راضي يدخل لا بالجوال ولا بالماك بوك يعني ما أعرف أدخل بش بالمكيف خصوص الذبة الخايسة إيش سوي بجرب أدخل بالجوال بنات بعد مليون محاولة دخل معاي الحمد لله بسم الله لا تعلق الله يخليك يا رب دخل دخل ما بضغط ولا شيء جاء لا الحمد لله يا رب الحمد لله شوف الشيء الوحيد اللي نقصت فيه الحاسب اخذت فيه 93%